كنرحبوا بكم مستمعينا ومستمعاتنا، ثلاثة ديال السوايحنا معكم حتى ل 12 ولقائنا مفتوح على كل المواضيع. شكون فيكم ما كيتوترش ما كيتعصبش ملي كيكون سايق؟ كلنا كنتوترو، كلنا ملي كنكونوا سايقين كنتعصبوا، كلنا كنعاتبوا الاخر. هذا ولا مرض العصر مستمعينا مستمعاتنا. على الرقم 0537709539 شنو كيعصبكم؟ شنو كيوتركم في السوقان وفي السياقه في المدينه خارج المدينه؟ شنو كتلوموا به البشر وكتلوموا به السائقين مستمعينا مستمعاتنا؟ معنا داخل الاستوديو الاستاذ عبد الاله الحرش، مستشار تربوي واسري ومدرب في التنميه الذاتيه بقنيطره. اهلا وسهلا بك استاذ، مرحبا. صباح الخير لكل المستمعات والمستمعين وهذا الطاقم الرائع ولا جهال. مرحبا بالاستاذ. السياره يعني ما بقاتش يعني من الكماليات، ولا دابا من الضروريات. يعني ضروري انك تكون عندك طوموبيل باش تمشي مرتاح وتجي مرتاح، ما توقف طوبيسات، ما تشد مع مالين الطاكسيات، ما تبقى واقف ويفوتوك رونديفويات. فكتولي الطوموبيل واحد المأمن باش انك تقضي به اغراضك وكتمشي به لخدمتك، كتوصل به وليداتك، انها كتوصلك في راحه. ولكن ملي كتولي هاد السياره هادي واحد المنبع، اذا بغينا نقولوا سوس ولا غصوص ديال المشاكل وديال الامراض العصبيه وديال التوتر، فهنا كيكمل المشكل. قل لي كيف تسوق اقول لك من انت، قل لي كيفاش تتمشي في الشارع بسيارتك أنقول لك شكون أنت. علاش؟ لأن السياقة هي استمرار، هي امتداد ديال هذيك الشخصية اللي كانت في الطفولة، كما تنهضر دائما على الطفولة، حتى في البيت، في المدرسة، في الشارع، في السيارة. فمي تنقول السياقة تنقول هناك واحد المحاور تدخل، سائق أو سائقة، وغادي نرجعوا لهذه المسألة لأنها مهمة جدا بين سياقة الرجل وسياقة المرأة. وكاين هناك هذا الحي اللي هو الإنسان، وكاين هناك الجامد اللي هو السيارة، وتنضيف له الظروف البيئية المحيطة، الشارع كيفاش داير، ازدحام، الخوف إلى غير ذلك. ترجع وتنقول هذا المحور الأول أو هذا العنصر في المحور الأول اللي هو السائق، قلنا الحي اللي فيه العقل، الجسد، النفس. وتهنايا تنفتح واحد القوس كبير، تنقول حنا ما غنتناولوش هذه المساله ديال السياقه من حيث الغرامات او الزجر او علامات التشوير وغيرها، لا لا، غناخذوها من منظور نفسي بصفه عامه، من منظور البرمجه اللغويه العصبيه والسياقه والتوتر. معنى اخر نشخصوا، نشوفوا الاسباب ونشوفوا الحلول، وان كان الحلول اول مره غنقول بعلامه تعجب، صعيب جدا كيفاش غاد الواحد غيغير بين، ماشي هذا تشاؤم للاجيال، ولكن باش تقول لواحد كيديرها كيدير في الحلول ديال هكذا في السياقه، مساله خاصها تعاود. بحال غنبني نبرمجوا واحد عنده خصوصيه، لان حتى العصبيه والتوتر في السياقه ما كتحكموش غير اللحظه، كيحكموا واحد يستوريك، واحد تاريخ، واحد البيئه بعدا، هو منين جاي وكيفاش جاي، وواحد الحموله اللي هي كتكون نفسيه. استاذ عبد الاله الحرش، اكيد، لان الشارع هو مؤشر ديال التربيه، واش فشلات ولا صالحه. بصيغه اخرى، ملي تنجيو نشوف واحد في سيارته داخل واحد العلبه فولاذيه وزاج ومنبه، وتنضيف له الشارع وتنضيف له الناس وتنضيف له الحيوانات اللي تيقطعوا ولا مطر والعربات الى غير ذلك، فتنوليو هنا في واحد التركيبه معقده. ترجعوا لموضوعنا اللي اليوم، وقلت انا ملي اختاريت السياقه والتوتر فكرت فيها مزيان، لان تنقول تنعيشها يوميا تماما. غادي نمشي ندي ولدي المدرسه ولا بنتي، ولا غنمشي لخدمتي، ولا غادي غير نسافر، ولا غادي غير نمشي نتبضع ونسوق، غادي نمشي فهاد السياره، غادي بواحد الحموله، شحنه تربويه سلوكيه اخلاقيه لداخل. فاشله من الاول، فاشله في السياره، فاشله منين وصل، ومنين وصل، وفي التعامل ديالي مع الناس، بحيث انني ملي تنكون تنسوق انني واحد الثقل النفسي، كيفاش تنتعامل معاه، كيفاش تنقوم بتدبيره. فاذا كنت متوتر حيت خرجت معطل، حيت ما تندبرش، ما تنديرش التخطيط لحياتي اليوميه، تنتعطل، تنغادي بالزربه، وهارك سميتو المنبه، وتتولي ديك العدوى والسنفونيه اللي خايبه ديال المنبهات العدوى، وبالتالي تنحاول ما امكن نوصل لفين غادي النقطه ديال الوصول ديالي بدون مراعاه شنو ممكن يوقع. وهنا تيوقع ما تيوقع، تشنجات عضليه
تشنج على مستوى العلاقات مع الاخرين ما نهضرش من العصبيه الى غير ذلك. علاش هذا الشيء كامل؟ شنو كيقلقك استاذ عبد الاله الحرش؟ شنو كيوترك في السياقه؟ كشخص شنو تيوترني في السياقه هو اننا كنسوقوا ماشي حتى نسوقوا، ولكن كل واحد بغي يوصل بمعنى اخر، ما في هذاك الشيء الوصل ماشي شغلنا. كيفاش انني تحترم قوانين السير ما تحترمش، هذا الشيء ما كيهمكش. ماشي ما تيهمنيش، بالعكس انت نقول حيت موضوعنا هو المساله النفسيه عقليه جسديه، كيفاش هذاك التوتر اللي تيحصل. ولكن هادو راه عوامل، يعني اخطاء الاخر، عدم احترام القانون، جاء ودوبل، ما داش السينيال، ودار، وخصوصا وبين قوسين هو ملي الرجال كيحكروا العيالات في السوقان. استاذ عبد الاله واخا نرجع بسرعه لهذيك النقطه اللي ترتيل الجهه، ما كنهضرش على شخصي كشخص، ولكن كنقول السائق شنو تيوتر. انا ما كنت نهضر قبل، ما تنهضرش على عبد الاله، لا تنقول الانسان داخل سيارته مراه ولا راجل، ما غنهضرش على الغرامات الجزافي سميتو على العامل الزجري، على التشوير، على لا ما نهضرش عليه اليوم، ماشي هذا موضوعنا. ولكن تنقول اللي تيقلقني هو هذاك عدم تدبير هذاك القلق او التوتر او العصبيه اللي تنعيشها. اذا نخدم الداخل، من الداخل عندي. نخدم عندي، ما غنهضرش انا على برا، باغي نخدم عندي انا فيا. دابا اليوم ما غنهضرش انا على شعل الضو الاحمر، اذا خصني نوقف باش ما نخطئ، لا غنهضر مثلا في هذه النقطة. عليني، أنا نهضر عليني. فوالا. عليا. دابا الضو الاحمر شعل. نعم. شي واحد مثلا بقى تيدير المنبه، أنا راه واقف. او غادي يهز يده مثلا بعلامه ديال العصبيه او الشتم او الى غير ذلك. ايوه واقع، تيوقع تيوقع يوميا للاسف. ولكن هذا شنو تيعكس؟ نعم. تيعكس واحد الشخصيه معينه، ما دمت مغربي ساقول تيعكس واحد الشخصيه مغربيه متوتره عقليه سي مونتاليتي. فمثلا ملي غادي نجي ونبقى نتسابق وقتاش يشعل هذاك الضوء الخضر باش نمشي، وتنظر عند الاخر ونبقى ندير المنبه ونعاود انا تنعتبر هنايا هاد الشخصيه اللي تدير هذه العمليه شخصيه غير عاديه. فكاين سائق عادي هادئ مسالم، وكاين شخصيه اخرى سائقه اللي ماتي متهور غير عادي، نقول غير عادي. اذا هناك خلل نفسي. نعم. ما نقولش على مستوى البسيكوز الذهني حاشا، لا ما وصلناش، ولكن حاله عصابيه. نعم. اقصد بالعصابيه التحديد العلمي. نعم. معنى اخر راه كاين شي حاجه اللي ماشي هي ديك في علاقته مع نفسه، علاقته مع المحيط. نعم. فنترجع للنقطه الاولى اللي قلت، هناك محاور عده، السائق حي، جسد، عقل، نفس. وحموله. حموله. عاطفيه الى غير ذلك. ثم كاين الجماد اللي هو السياره، وكاين المحيط، البيئه اللي هي الشارع، علامات التشوير. نعم. الى غير ذلك. فكيف يعقل؟ هنا اللي واحد المساله تثير اكثر من سؤال. كيف يعقل انا المغربي حينما اكون في الخارج اكون هادئ، اكون محترم للقوانين ولنفسي، تنكون شويه تمشي وتنوقف في هذاك المتحضر. متحضر فوالا، هذه الكلمه اللي بغينا نوصلوا لها، هذه الكلمه للاسف انا اقولها. نعم. كيفاش يعقل انني تنوقف في هذاك الممر ديال الراجلين ونخلي الناس يهدوا وبشويه الوقت عندي وكنتسم ربما كتخرج الابتسامه. اذا علاش ملي تنجي وتنوصل هنا؟ واش مساله جينيه زعما في الصبغيات ديالنا الداخل مورثه؟ لا ما يمكنش نقولها. والدليل انا لا كنت هنايا تنسوق بواحد الشكل، اذا نخرج على الحدود ثم نسوق بشكل اخر، ترجع لنا عندنا مره اخرى، تنرجع راسي الموضوع ديالنا، غادي ناخذ واحد المفارقه، نقول مقارنه احسن كاع. تلاحظوا بان المراه ملي تتسوق الراجل تيحكرها ويكلاكسوني، ربما هذاك تيبقى المهم دوبلها ويزيدو ما تعرفش تسوق افتقاريه، في حين نعم. ان الحوادث اللي تدير للمراه اقل بكثير من تدير كاين عيالات كيسوقوا احسن من الرجاله. علاش؟ لان المراه تتحترم اولا. نعم. علامة التشويه بواحد الشكل خطير جدا. نعم. تتحترم عدم تجاوز السرعه. نعم. دائما منتبهه. نعم. حذره. نعم. اكثر من ذلك الدماغ، هضرنا على مستوى التركيبه ديال الدماغ مختلفه. مختلفه. المرأة تقدر دير ثلاثة أربعة ديال العمليات في نفس الوقت. تمام. الرجل لا، خاصو يدير عملية ويسدها عادي، عاود يدير الثانية ويسدها، هو غادي بالتدريج. أكيد، شكرا على هذه المسألة اللي قلتي، وهنا نعم. غندير واحد المسألة. نعم. إذا كنا في الزحام تنسوقوا 60% من الدماغ تتخدم. 60% من الدماغ تتخدم. إذا كنا في طريق عادي وما كانش زحام 30%. أنا رجع دابا للمسألة ديال الرؤية العين. إلا كنا في الزحام تنشوفوا 20 حاجة في الثانية،
تتولي عمليه التركيز. الجهه اليسرى ديال الدماغ تخدم اكثر اللي فيها هذاك التركيز. نعم. كنا في الطريقه العاديه 60 حاجه كنشوفوا في الثانيه. نعم. ولكن انت تصوري المساله. نعم. فاذا المراه الى حد ما ما تكونها كما ترجع نقول. نعم كتكون عندها سرعه البديهه. سرعه البديهه. فاذا 60% ديال الدماغ اللي خدمت لنا. نعم. في الوقيته اللي تكون الزحام. نعم. هي تتكون عندها اقل اللي تقدر تقوم بعمليه تدبير. نعم. هذا الدماغ وكيفاش مثلا. نعم. تقدر لا ادري تشوف حاجه هنا تشوف باش ما نلقوش الهاتف لان الهاتف تبقى دائما خطا ولا هذا تشرب قرعه ديال الماء وان كانت مساله غير. نعم. من صحبها هي ديرها مارش دغيا. واحد بغى يجي يلصق ليها في الطوموبيل تقدر ديفي عليه شويه. نعم. يعني كما قلتي سرعه البديهه. سرعه البديهه تقدر دير بزاف ديال الحوايج في وقيته واحده استاذ الحاج. ولكن ما تبيعنيش انها مساله زعما راه حاسمه هكذا لان تبقى الرجل والمراه كائن حي سائق داخل واحد السيارة تلقى واحد التربية اللي تترجم وتتنعكس له داخل سيارته. نعم. فمثلا تربيتنا تتنباني على واحد السلطة ما تديرش ما تفعلش ما تنقل لهم. هذيك هاد السلطة اللي تنطلقها من 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 الأب والأم مثلا أو في الشارع أو في المدرسة أو غير ذلك من خلال لا لا الإدارة أو لا غير ذلك. فأنا تنحاول ما أمكن نقوم بعملية إسقاطها ببساطة تنردها لواحد آخرين من تركب في السيارة تندير المنبه وتنقول له حيد من الطريق باش ندوز انا. عندي الاسبقيه في واحد المدار تنجي نبغي ندوز انا الاول. اكثر من ذلك هذه المساله ديال المنافسه وفي حلقه من الحلقات كنت شرت الانواع الشخصيات وقلت واحد السبعه مثلا جبد منهم واحد ما يعرف بالمنافس لو كومبيتيتور تنصوبوا وتنتنافسوا وكاننا في حلبه واختاري اي حلبه من هادشي اللي حنا كنشوفو يوميا. اذا حيت اذا كنت انا تنسوق وانا قلت في البدايه كي قل لي كيف تسوق اقول لك من انت. فاذا رجعت وقلت انت تنسوقي انت تسوقي لهذا الشيء ولا انا تنسوق وغادي نتوتر وتنتنافس اذا انا غير عادي. نعم. لا غير عادي نقولها بصراحه انا غير عادي خصني نعرض راسي على الطبيب. نعم. انا عليها. نعم. وهذا الشيء اللي تنشوفه مع سياره اجره تنشوفوهم مع السيارات ما تندير الشباب كتلقى يعني سائق محترف يعني كما قلتي سياره اجره محترف من حيث سميتو الزمن. نعم. بزاف د الوقت تيسوق مثلا تيقدر يدوز من هنا ويدير من هنا ويدير الكود بواسون ولكن لا غير محترف على مستوى التدبير. نعم. التوتر ديالو. نعم. والاخلاق غير محترف على مستوى الاخلاق لان السياق اخلاق استاذ الحاج الشارع مؤشر. نعم. ديال نجاح او فشل التربيه والسلوك والاخلاق. واحد الاستاذه فكرتيني. نعم. فيها استاذ الحاج. نعم. انها كانت كتقول لنا سي فو فولي ديكوفغيغ لا مونتاليتي دي ماروكان ايل سوفي داشتي اون فواتور يعني كان عندها هذه المقوله يعني بقات تاريخيه حتى عندنا حنايا اللي كنا طلبه. جميل. الا بغيتي تكتشف العقليه ديال المغاربه وماشي غير المغاربه يعني بين قوسين في اي حضاره في اي بلد شري طوموبيل وغتكتشف هذه العقليه هذه. كما تيقولوا ذكرتينا لا جيهان اون نو كوندوي با ايسي اون نو كوندوي با اعتذر ساترجم اون نو كوندوي با اون سيفيت ما تنسوقوش. واحد حاضي الاخر باش قلتها قبيله بشكل اخر. نعم. ماشي تنصوب حاضي الاخر حاضي راسي وهذا داخل في شروط تتعلم السياقه ولكن حاضي راسي غير باش نوصل. نعم. ما بينهما راه الحاضي الله فمي تنصوب انا ترجع مره اخرى وتنقول انا ما غنهضرش على علامات التشوير ما غنهضرش على الطرقات راه محفره ما نهضرش على ما نهضرش الغرامات. نعم. ما نهضرش على الشرطي قدامي تنولي مربي ومحترم ما تنهضرش على الشيء اليوم. نعم. انا هضرت على التوتر كيفاش تندبره. نعم. فمي قلتي لي الاخلاق واش تنشكرك اخلاق تربيه سلوك تحكم في مشاعر عقليه عقليه حضاره او همجيه ما هي بقرايه ما هي اخلاق وهنا للاسف ولهنا وهنا للاسف وهنا للاسف انما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. واحد المكالمه هاتفيه ما خديناهاش ستذهب استاذ هي الاولى شويه كمال خميس الزمامره صباح الخير. صباح الخير السلام عليكم. اهلا وسهلا بك سي كمال مرحبا. لا باس الله يبارك فيك الحمد لله كنشكر البرنامج وطاقم التقني و... مرحبا بسي كمال. الله يبارك فيك. واش بغيت دابا كنكون راكب غير على دراجه عاديه. اييه كتكوني غاديه ك هو داخل 40 تيتمشي 120 مني كيعطيك الضو فار وباغي ضو باغي يدخل فيك ومني كتقول لي اشاور بحال باغي يخرج لك من الجاج هو قلة الوعي ما كاينش ياك سي كمال. سي كمال والمدينة صغيرة كيفوت على البراج كيولي باش شاد 120 ما
لا لا الله صافي. نعم سيدي كمال صباح الخير، وصباح الخير لكل سكان خميس الزمامره الاعزاء. الله يبارك فيك. سيدي هذه المساله هذه شو قلتي؟ قلتي انا غادي على دراجه ناريه او عاديه وتيجي واحد الشاحنه او حافله او سياره من خصوصي ولا غيرها وتبقى يدير المنبه ويعاود ويعاودو. هنا راه قبيله قلت هذيك المساله ديال التربيه الاخلاق بالنسبه له انت اقل. سمح لي نقولها لك، هو تيقول وشنو فراسو هذا اللي تيدير هذا السلوك بمعنى اخر، حيت تربينا على هذه المساله ديال انا احسن منك انت احسن مني انا تسلطت عليا شي حاجه خصني ندوزها للاخر، دخلتنا في تربيتنا. فمثالك هو سياره او كان سائق شاحنه او حافله او جرار تراكتور ولا غيره، بالنسبه له هو راه تزاد واحد شويه وبالتالي خصو خصو يتسلط عليك لدرجه ناس بزاف. وهذه مسألة عادية سنعرفوها جميع. خاص يكون نعم سيدي، نعم سيدي. خاص يكون بدا يكون في الربعين ولا الستين، خاص يكون بدا غير مرور أمن الوطني مدير الرادار بعدا هذيك 100 جاي أكثر من 100 في الربعين. واخا شكرا على هذه المسألة ديال الرادار أو مثلا العلامات ولا غير المراقبة وحتى الغرامة وحتى كل شيء، ولكن كاين مسألة لداخل مولاي كمال. بمعنى غادي نعطيه مثلا يخلص 300 درهم او 700 درهم 700 او غادي نحجزوا له سيارته ونحجزوا له، ولكن راه لداخل ما غيتبدلش هو تركب هكذاك ما تغير خصو بمعنى اخر غتقيسو اليوم اكيد اكيد غنقيسو اليوم في جيبو غنقيسو غدا في جيبو وبعدو غادي يترد علينا نقصيه في جيبو. ولكن مسألة التربية هو تربى هكذا، احنا تربينا هكذا، شوف لي كنا تلعبوا البي ها الكلال في الزرقاء وباغي نغلبوا بعضياتنا، تلعبوا الترومبية هذوك الخضروف باغي نغلبوا بعضياتنا، تنقراوا في القسم باغي نجينا الأول والآخرون لا ينجحهم. هذه المسألة ديال التنافس راه تنقلوها سيدي للدار وتنقلوها للشارع وتنقلوها في السياقة وتندخل السيارة وتنقول ما بحالي حد بيتي ولا داري هذه غادي تنتمشى بها، تتولي بحال انا راه الطريق ديالي حتى لداخل وكنتحكم في حاجه. فاذا ملي تيتسد عليا ذاك الزاج وكيفاش تنطلق الغنيه اللي بغيت ولا ما تنطلقهاش جو، هو جو اكيد راني قلت هو جو هو تاثير هو استمرار الكماله ديالي الكماله ديالي من البيت زعما في البيت ديالي في الدار الكماله ديال واحد البيت في الاخر اللي هو السياره بزاف غيحط تما المشطه وغيحط الريحه وغيحط الغنى اللي باغي وغيدير السيد اللي بغاه بحال مستقل مستقل زعما راني دابا استقليت بذاتي ندير اللي بغيت ولكن لم يستقل بواحد المساله اللي هي كيفاش يقوم بعمليه التدبير. نقولها ببساطه ما عارفش يتصالح مع راسه شتي ما مصالحش عنده بلوكاج الا غادي بلوكاج عنده شي حاجه غادي تنكلاكسوني على سي كمال تنقول له حيد انت حيد زعما بحال ماشي طريقه زعما غير انت داخل زعما داخيل انت ما مصالحش مع راسك الشريف باش تقول لي انا حيد انت ما مصالح نقول لك غير عادي متهور ماشي هو هذا سي كمال انا بغيت ناخذ غير رايك في واحد المساله سي كمال سي كمال نعم واحد المساله مهمه جدا يعني ولينا كنشوفوا بان كاين واحد الممرات السي كمال ديال الدراجات العاديه والدراجات الناريه للاسف الشديد كاين الناس ما كيحترموش هذه المساله هذه فاش كنكونوا جايين ونعطي مثال يعني في شارع النصر كاين هذا الممر ديال الدراجات الناريه والعاديه في حين انك تلقى دراجه ناريه جايه كتسابق معك وجايه قدامك في الطريق اللي هي عاديه ديال السيارات هذا الشيء واش منطقي ولا غير منطقي سي كمال في رايك نتايا رأينا خاص الانسان يكون محترم لا الدراجة النارية ولا العادية ولا تم الطوموبيل يشور شوية انت واش صافي انت غير معك الشوار انت خاص غير مول الطوموبيل يشور عليك السي كمال صافي فهمنا الرسالة شكرا لك سي كمال من خميس الزمامرة إلى اللقاء. هذه المسألة اللي قلتي لالا جيهان مثلا تنتجاوز واحد الخط مثلا على جهه اليمين ومخصص مثلا للمراه او الراجلين او السيارات ومعجزه السيمه يعني كاين السيمه وكاين واحد التروطوار اللي هو كبير بانه فاصل الطريق ديال الدراجات الناريه والدراجات العاديه على الطريق ديال السيارات. اما كاين واحد الممرات خاصه للراجلين او خاصه للدراجات الهوائيه عفوا العاديه او شوف هذه المساله باش ترجع مره اخرى وتنقول الا كنت انا تربيت على انني عندي مشكل ديال التمركز حول الذات ديما تنقولها الا ما كنتش عارف الحدود ديال الانا ديالي الانا ديالي في الشارع وانا في وسط السياره مستقل ندير اللي بغيت هذيك الانا ديالي تنوسعها في الجناب كذلك تيولي خصني اليمين واليسر وقدام واللور ديالي غادي بسيارتي غاديين هكذا وتنقول
هاد البلاصه ديالي وهاد البلاصه ديالو خصني نسبقك. هذيك الانا راه قلت قبيله واحد الكلمه قلت سلوك مراضي. نعم ما نحشمش نقول نعم. الا درتو انا راني عندي سلوك مراضي. كاين اللي اناني في السياق. احنا تنقولوها احنا تنقولوها هي نوع من التمركز حول الذات تسمى انا ومن بعديه الطوفان. هذا عاد التمركز حول الذات ليكوسونتريزم اللي تنعيشوه في السياقه في تنقول في الدار في المدرسه في بارتو. حنا موضوعنا هو السياقه وداخل السياقه. قبيله قلت الجانب الجسدي العقلي النفسي مثل ناخذ هذا الجانب النفسي تتكون بحال انا اللي كاين فقط. نخدم المنبه ندوز اللي من ندوز ما نديرش سينيال ما نديرش ما نسوقيش في البشر رغم ان واحد المساله نعم. واحد المفارقه بشكل بسيطه ولكن عندها معنى. تيدير حزام السلامة أيه. علاش؟ مسألة حيت فيها الزجر حيت فيها الغرامة المالية نعم. ولكن ما تيديرش حزام السلامة لنفسه ولعقله ديال الطريق كيف ما دايزين واحد من اليمن غيدوز واحد من اليسر غادي دير التجاوز غدوم زعما راه عندك واحد غدير واحد السينيال علامة بأنك غدير ماشي المنبه بالصوت تقدر ديرو بالضوء إلى غير ذلك تنتظر نوبتك. فأنا تنرجع دائما على الفرد اللي تيسوق وتنقول مثلا حنا تنهضروا على المراه قبيله المراه تتسوق تنجيو تنتجاوزها واخا عندها الحق واخا دارت هذاك السينيال وتنحتقرها هذاك داخل في هذيك الانانيه اللي سميتي او داخل في هذاك كما سميتو التمركز حول الذات غنسميه بشكل عادي التهور انقول سلوك غير اخلاقي غير تربوي بل سلوك مرضي نفسيا. 0537709539 عطشانه الاغنيه اللي طلبتي. شكرا استاذ الحرش انت راك عطشان هكا القريعه ديالي. شكرا انا عطشان ان الناس يتعلموا يصوبوا اكيد غيكون تغيير باذن الله. عطشان هذا المسلسل شوف حياتي ان شاء الله. شوف انا لا لحن ولا ناس كانت مبدعه سي عبد الاله اكيد دائما اقول الزمن جميل ودائما تنقول راه زماننا هو زماننا كاين تغيرات اكيد وكاين واحد النوع ديال تراكمات كيف ما قلت الى الجهه القبيله ولكن في نفس الوقت يبقى الانسان هو الانسان غير تتختلف المستويات على التربيه الاخلاق السلوك وقلتي واحد الكلمه عجبتني بزاف اللي هي الحضاره التحضر انا نقول التحضر الرقي رقي سمو في الاخلاق شياكه اراد الاخلاق الشياكه فمي تنكون تنسوقوا تنكون عفوا تنسوقوا هكذا وتنجي تنخلي الاخر يدوز نعم مي تنخلي الاخر يدوز راه فيها واحد الاريحيه فيها نعم. واحد الايثار فيها سمو الاخلاق ليليغونس باش نخرج سيرتو مثلا تنجي وشي واحد مزروق وتنحبس وتيمشي تيسلي بواحد الهدوء ثانيه كانت تفصل بيني وبينه وندخل في شنآن في تلاسن ثانيه السياقه والتوتر هذا هو موضوعنا استاذ الحرش على الرقم 0537709539 غنبلغوا تحيه اذاعيه السي خالد بولنجه هذا السيد هذا بائع مواد غذائيه باكادير كنقول لك صباح الخير تحيه لك تحيه للناس ديال سوس من خلالك وان شاء الله غتكون هو السفير ديالنا ان شاء الله وباذن الله في اكادير وغتقولوا بان الاذاعه الوطنيه راه حنا كنستمتعوا معاها وكنستافدوا فيها السي خالد بولنجه كنعاودوا نقولوا لك صباح الخير ناخذ نوال نسلا نوال اهلا وسهلا بك اختي السلام عليكم اخبارك نوال بخير لاله لاباس عليك مرحبا عليكم نشكركم على هذا التنوع اللي في البرامج الله يجازيكم مرحبا لاله نوال مرحبا مرحبا انا اللي غادي نقول على السياقه نحيدوا الانانيه غادي نوليو نسوقوا من داك الشرفات لان كنعاني وكنعاني وكنعاني بزاف اللي ما مولفش يسمع كلمه لا في دارهم ما كيحبش في السروج ما كيحبش في الصوف ما كيخلي كيجي عيب باش يشد الصف في الطوموبيل ماشي غير الطوموبيل في اي بلاصه غادي يمشي ما غاديش يتسنى النوبه ديالو نعم المنبه شنو هو المنبه؟ راه سميتو منبه بحال الا درتي منبه على شي حد بحال عايرتيه بحال سبيتيه كنوليو في هزه اليدين كنوليو بحال تقول هذاك السيد كان كيتسناك على يعني على سبه كان كيتسناك غير تعطيه شي اشاره كيفرغ فيك داك الشيء كله اللي عنده بحال بحال هذا على ان ولينا كنسوقوا بحال هذوك لي فوتيغ كونكونوز ما بقيناش الطريق بصح بصح لان ولا واحد على اليمن خارج لك على اليمن ولا خارج على اليسار نعم
لا اله الا الله محمد رسول الله. شكرا لاله نوال. شكرا الانانيه هي اللي خارجه علينا في الحقيقه. نحيد الانانيه. شكرا لاله نوال. ولا خليك معنا لاله نوال. تنقول لك وانت تتسوقي في الغالب افتتحدتي وانت تتسوقي في الغالب لان تنسمعوا الصوت ديال تنتمنى اننا حنا تنصوبوا ما نكونوش دائما تنهضروا فانا تنديرها العقور واخا تنقولوا هذا الشيء للاسف خصنا نحبسوه لانه سلوك غير عادي تنقول دائما. فمي تنصوبوا كما قالت لاله نوال بالفعل وشرنا لها في البرنامج في قبيله في الشق الاول قبل الاغنيه الجميله انه كاين انانيه كاين واحد المبالغه مغالاه في هذه الانانيه سميتها متمركز حول الذات بشكل مرضي. فهنا تتيرني واحد المساله دائما تنكونوا في الصباح تنسوقوا تنكونوا متوترين بزاف لاحظتي لاله جان. حاولت نفكر في المساله حاولت نتاملها حاولت نلقى اجابه لربما هذاك مي تنكونوا احنا عاده ناعسين مي تنعسوا في الليل تندوز المراحل ديال النوم اللي هي خمسه المحطات 90 دقيقه 90 دقيقه 90 دقيقه الدماغ والجسد ترتاح. شنو تيوقع هذاك الشيء اللي باغي نقدموه او باغي نديروه ما تنحقوهش كامل فتتقمع شي حاجات عندنا تنكونوا تنحلموا تنكونوا تنبغيو نحقوا كل الرغبات اللي ما قدرناش عليها في اليقظه. الوقيته اللي تنوض انا قبل من هذيك 90 دقيقه اللي خص الدماغ يكون ارتاح والجسد تنفيق الصباح وانا باقي عندي واحد نوع ديال واحد عدم اكتمال اشباع رغبات ولو بشكل لا شعوري. تنوض متوتر معصب وفي هذه عمليه التوتر اللي باقي الدماغ ما استجمعش كل الاجزاء ديال الاعضاء اللي خصها تنوض مساله اللي داخله في هذاك الهورلوج بيولوجيك ديالها ما نطولش في هذه تنكون مشحون وتندخل كما قلت قبيله في هذا الصراع عبر التلازون والمنبه وغير ذلك. نور الدين من الدار البيضاء صباح الخير. السلام عليكم. اهلا وسهلا. السلام عليكم. كنت بخير كنشكركم بزاف على هذا البرنامج كنشكر الاستاذ. شكرا سيدي مرحبا دار البيضاء. والكلمه اللي بغيت نقول لكم انني تقريبا 28 عام وانا كنصوب في دار البيضاء والنهار كله وانا كنصوب والحاجه اللي لاحظت ان الناس ما عندهمش الصبر بزاف وما كاينش حتى تسامح ما كاينش تسامح لان السياقه بالنسبه لي انا اخلاق وتربيه وفن وفن تبارك الله فن اكيد الانسان مني يخرج الصباح ياخذها بحال كوما بليزير ما يديرش بلي راه خارج لتحت الحرب. انا راه كاين ربما ما خافيش عليكم الدار البيضاء كي دايره الدار البيضاء هادشي هي النقطه اللي بغيت نشير ليها يسو قال في الدار البيضاء شي حاجه اخرى. الا جيت انا الا جيت نتعصب غير مع عشره الناس في النهار كي غادي نروح لداري تماما الانسان يكون في التسامح وخا كاع الحق ديالي وبالي واحد نزيرو ولا طيق من ما خلي الناس يدوزوا وكل شيء غادي هاني وبالعكس الناس كيفرحوا ملي كدير معاهم شي جيست شي حركه سمحوا لي انا قلت بالفرنسي شي حركه زوينه الناس كتحس بهم فرحوا وكتعلموا وقال الحق ديالي انا. شنو تيقولوا سيدي نور الدين؟ واش تيقولوا بالفعل؟ تيفرحوا اي انه تيقولوا هذا السيد مخلق هذا السيد عنده اللباقه هذا السيد وربما غنشوفك مره اخرى ولكن واش انا تنتعادى؟ واش تنتعادى بعد حسن الخلق؟ انا اللي تنلاحظوا العكس تنتعادوا بسوء الخلق تنتعادوا به مثلا مثلا انت غادي دير المنبه بشكل بحال فينا داك الزكام حتى انا كذلك بحال تتعادل كيما دار هذاك الديرانو كتسمع الناس واقفين وباقي مثلا الفيروس بعيد وكلشي كيكلاكسوني انت شنو استفدتي من هذا الكلاكسون؟ ما استفدتي والو يعني الناس كل لقاو كيفاش يدوزوا راه يدوزوا يعني شويه الصبر وشويه هادشي اش انا قلت هادشي اللي انا قلت قبيله سيدي سيدي نور الدين مساله خلق مساله سلوك مساله نفس مساله غير عاديه شخص اللي تيسوق بهذا الشكل هكذا اللي تيغوت تيسب تيتلاسن الى غير ذلك تيشير بحركات بديئه هو شخصيه غير سويه مرضيه شخصيه مرضيه انسان ماشي طبيعي انسان ضروري ماشي طبيعي انسان انه كيتم غادي وستاد مع هذا وعاير هذا ويسير لهذا لا حول ولا قوة الا بالله. غير وكان شكون سي نور الدين لأنه فعلا شر واحد المسألة مهمة ونور الدين تبارك الله مثال على حسن الأخلاق. عجبني كيفاش ولا حسن التحكم كذلك وكيفاش كيتعامل مع الناس في الطريق خاصة في الدار البيضاء. تكلم على الفن تكلم على أنه السياقة الفن تبارك الله عليه نور الدين. سي تنار وقال الدار البيضاء. نعم. الدار البيضاء بهذاك الشكل. وفين هو الفن في الدار البيضاء؟ أكيد ما غيكون غير بحالة السيد هذا. نعم. وسمحوا لي الناس ديال الدار البيضاء لانه فعلا ملي كتدخل
داخل يعني الغول في السياقة صراحة. وهنا فاش قلت قبيلة واش فعلا غادي نقدروا نغيروا بين عشية وضحاها أو بضربة مروحة هكذا ولا بواحد الحقنة سحرية؟ ما يمكنش. حلاش أنا ماشي ما يمكنش مثلا، أنا لست متشائم كالعادة، ولكن تنقول راه مسألة تربية هي نفقية. نعم. وكل بحال باك. نعم هاد السلسلة انونشينمون. نعم سلسلة. أنا إذا كانت عندي سلطة معينة، نعم، في إدارية ولا في البيت ولا غيره، غتتبان لي تتبان لي حتى في سياقة السيارة ديالي. نعم. بل حتى كيفاش تنركن، نقولها بالفرنسية اعتذر، تنستاسيوني، تميتو كيفاش تنركن سيارتي تنستاسيوني، تتبان إذا كانت عندي واحد وضعية معينة في داخل الأسرة. نعم. أو الإدارة. نعم. أو لغير ذلك، تتنتقل تترجم. تنهزها وتنحطها في الشارع. علاش نقول المرة الثالثة الشارع؟ نعم. هو مؤشر. هو بحال هذاك ميزان الحرارة ولا المراية. نعم. ديال كيفاش دايرة التربية عندنا. نعم. التربية فاشلة، سياقة في الشارع وكيفاش تلوحوا القواغط وكيفاش تنسخوا كيفاش كتكون حياته يعني هادئة، وربما هي واحد التراكمات نفسية اللي كتخلي في السياقة ولا في حدث في السياقة اللي كيخلي تعصب وكينفجر. قال لك واحد السيد تيقول له سيرج موسكوفيتشي، تيقول لك يكفي القليل لكي تطفو الطبيعة مجددا على السطح. القليل يكفي القليل. بمعنى آخر غتلقى واحد برابطة العنق الكرافات لابس آخر صيحة ماشي هيك الريحة آخر سيارة، وربما غتقول له خليني ندوز تمشي. نعم. وغادي تسمع غتشوف بحال خرجوا له القرون، خرجوا له النياب، وبين قوسين كيلوح الكار، وبين قوسين يقدر وسمحوا لي على التعبير كيبزق، يقدر يعني ما كتوقعش من طوموبيل بهذيك الماركة وراجل بهذيك الشياكة يدير هذا السلوك هذا المشين. ترجمته في الأول باش قلت في أول كلمة، قلت قل لي كيف تسوق أقول لك من أنت. نعم. هي ترجمة. فإلا كما قلتي للجهة القبيلة بغيت تعرفي شكون هو ذاك الشخص، وقلتي المغرب أو غيره. أنا تنسجلها وتنسطرها. المغرب ولا غيره غتعرفوا من خلال سياقته. نعم. شكون هو. نعم. كيفاش تسوق. نعم. تزرب تسب تدير المنبه تتحرك بزاف، ما تتركش الأسباقين الآخرين، ما فيش هاد الكياسة. نعم. هاد الكياسة وهاد اللباقة. آه. وهاد كما سميتي هاد الكالونتري. نعم. فعرفي بأنه هو هكذاك في كل شيء. شي خاطر جا منه هذا مع مرته مع ولاده في حياته، واخطر من هذا، اخطر من هذا، اخطر من هذا كامل مع راسه. نعم. انا قلت قبيله. نعم. ما مصالحش مع راسه هذا السيد. نعم. هذا هكذا. نعم. قلت قبيله محترف وجالسين قلنا الفن. واخا يكون هو محترف زعما ذوي السنوات خدينا سيره اجره ولا غيره ولا غيرها، ولكنه متجاوز نفسي. تغيير فينا أستاذ الحرش، نبدأ من راسنا، نشيلوا الأنانية ونحطوا في بلاستها الرحمة وبركة من القسوة، وترجع وتنقول سلوك أخلاق تربية. شكرا لك أستاذ عبد الإله الحرش، وسويعة كدوز معك وأنتم أولا بخير وعلى خير، ثانيا مفيدة وتبارك الله شيقة. مشكور جدا على الحضور وعلى هالكاريزما الرائعة ديالك أستاذ عبد الإله الحرش. مشكور جدا. شكرا للجيران. مرحبا.